كيما قلت لكم قبيله من هنا لنهار الخميس بقدره ربي كل يوم باش نعملوا نوع جديد نتاع عصيده، اما قلت نبدأ لكم بالنوع نتاع العصيده اللي نعرف الناس كل مش باش تعملها، خلينا نبداو بها ونرتاحوا منها ومن بعد كنجيبوا الصحيح ومن بعد من غدوه بقدره ربي نبداو في الصحيح. باش نبداو بعصيده زقوقو اللي يختلفوا الاراء كيفاش نعملوها، كل واحد يعملها بطريقه، كل واحد يتفنن في العمل نتاعها. انا باش نعطيكم طريقه باغمي الطرق اللي نعملوا بها عصيده زقوقو. دونك لازمنا كيلو زقوقو، لازمنا 750 غرام سكر، 750 غرام فالينا، و 3 إترات ماء. نبداو نقيو الزقوقو ونغسلوه ونشيحوه ونعرجوه شويه، يا اما في الفور والا في الطاجين كيما تحبوا نتوما، ومن بعديك يترحى مليح 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 لين يخرج الزيت نتاعو، ومن بعديك نحلوه في زوز إترات نتاع ماء نخلطوه فيهم بالباهي ونخليوه يرتاح. بعد نرتاح نصفيوه في غربال شعر ونبداو نصبو بقيه الماء بشويه بشويه، وكيما نقولوا احنا نمرسوه بيدينا لين يتصفى وتقعد في الغربال كان القشره اكل الكاسحه. فوالا، بعد التصفيه تصب الماء نتاع الزقوقو في طنجره اللي باش تطيب فيها، وتبدا تزيد في الفرينه بشويه بشويه. ماذا بيكم في ليتاب هذه تستعملوا الركاضه باش ما تخليش كعابر، ماذا بيكم يساش استعملوا الركاضه باش ما تكعبر الكمش وما تقعدش حتى الكعبر الصغار بالكل يتنحاو. دونك بعديك نحطوها على النار ونبداو نحركوا بشويه بشويه لين تولي تخرج في الكرات نتاع الهواء، وفي الوقت هذاك نزيدوا السكر بشويه ونذوقوا حسب الحاجه، فما اللي يحب حلوه فما اللي يحبها متوسطه، انا بيرسونيل نحب حلوه مش نورمال عصيدة زقوقو. دونك كيما قلت لكم نقعدوا نحركوا والا كيما نقولوا احنا بلغتنا ندلكوا حتى لين تاخذ غلوه، نهبطوها ونصبوها في الصحافي ونزينوها بالكريمه ونبداو نشموا في عصيدة زقوقو الفيوحه، وصحه وبشفاء للناس الكل.